ديال الاقتصاد وحتى في البطاقات ديال اللي كيدفعوا للمجلس، ولا بد كيكون واحد الشروط اللي كتعزز عليها واحد المجموعه ديال الاعضاء المقاولات انهم يوصلوا يخلصوا داك الصحفي اللي دار معاهم عام ولا عامين، يخلصوا له لاسينساج ويخلصوا له المجهود ديالو باش يوليو يجريوا المقاوله ويولي هذا السيد الصحفي في المجتمع ديالنا كيعطي. وبالتالي كيفاش هذا اللقاء هو طبيعة الحال في اطار الاهتمامات ديالنا وانشغالاتنا، وطبيعة الحال كذلك التصور والعمل الجماعي اللي كيجمعنا لا مع الجمعية الوطنية للناشرين والإعلام ولا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكذلك طبيعة الحال المجلس الوطني وحتى الوزارة في إطار المنهجية ديالها كنعملوا ما أمكن باش نوجدوا واحد السياق جديدة لإعادة تشكيل هذا المشهد الإعلامي. وبطبيعة الحال باش يتشكل هذا المشهد الإعلامي خصنا أساسا إعادة النظر في المصوغات ديالو القانونية، لأن لحد الآن حنا من الناس الأولين من 2017 لما خرج 2016 لما خرج القانون، حنا كنقولوا هذا القانون معيب ومتناقض وبالتالي يجب إعادة النظر فيه. الآن جات فرصة خلال هذه اللجنة هذه المؤقتة نحن ندعموا، علاش؟ لأن غتعطينا فرصة في نعقبوا إعادة النقاش في هذا الباب ديال هذا، ومعه غيتم النقاش ديال المقاولة الإعلامية، هذه المقاولة الإعلامية اللي هي تم تقصير، هناك تقصير كبير على مستوى القانون، ما تمش التعريف ديالها بشكل كبير، وبالتالي حتى على مستوى الدعم ما كاينش واحد واحد مقاييس ومعايير اللي يمكن أن تشمل جميع الصناف ديال المقاولات، بحيث كنشوفوا دابا المقاولة الكبرى كتستافد في حين أن هناك مقاولة صغرى ومقاولة متوسطة اللي هي جاية وهي اللي كتشكل القوة والعصب ديال الإعلام الإلكتروني، وبالتالي أصبح ضروريا باش أننا نعتنيوا بهذه المقاولات الإعلامية المتوسطة والصغرى اللي كتعمل في المجال الإلكتروني. وشكرا. ما يتعلق بإحداث لجنة مستقلة لتسيير شؤون المجلس الوطني اللي كنعتبروها دستورية قانونية طبيعية اللي كتملأ واحد المساحة زمنية محددة باش يمكن دار كل الاختلالات اللي وقعت واللي بانت من خلال تجربة المجلس الوطني، طبعا في إطار الاستقلالية المهنية، في إطار استقلالية التنظيم الذاتي، كاين الاطمئنان المطلق اللي عندنا القدره والكفاءه باش نضلوا مخلصين هذه الاستقلاليه وباش نضلوا مخلصين الهويه النضاليه والنقابيه اللي ميزت الاداء ديالنا بصفه عامه. لذلك هذه الندوه مهمه كانت فيها اراء متعدده وافكار نيره جدا اللي وضحت العديد من مناطق الظل اللي صاحبت النقاش العمومي الجاري في هذا الاطار. شكرا.